بسم الله الرحمن الرحيم. دونك جينا كمركز كتنسيق نقابي ثلاثي الاتحاد المغربي للشغل، منظمه الديمقراطيه للصحه، ومنظمه الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، باش نسدوا هذه الوقفه الانذاريه اللي كنعبروا عليها الشجب ديالنا الكامل، مجموعه الممارسات لا مسؤوله السيد المدير من داخل المستشفى، السيد المدير اللي تجاوز مجموعه المضامين، مجموعه الدوريات الوزاريه التي كتكرس الحوار الاجتماعي، تغييب مذكره الوزاريه، تغييب الدوريه الوزاريه رقم 11/19 الصادره في 4/2019 التي تنص على مؤسسه الحوار الاجتماعي. السيد المدير غيب هذه المذكره منذ توليه منصب المسؤوليه هنا بالقطاع على راس هذا المرفق الصحي. مساله اخرى، ندين وبشده ندين مجموعه من التعيينات من داخل المستشفى بمنطقه الريع والزبونيه. مسألة أخرى، مسألة تعويضات عن تعويضات على المسؤولية وتعويضات عن الحراسة الإلزامية. هاد التعويضات اللي خضعت المنطقة باك صاحبي وتفرقت تحت الكواليس. دونك حنا جينا هنا كوقفة إنذارية كنطالبوا بإعفاء السيد المدير لأنه تجاوز الحدود ديالو وتجاوز المهام ديالو. أنا دار واحد مجموعة التعيينات اللي هي نورمالمون تعيينات من حق المدير الجهوي، تعيينات داخل ما يفوق عن 6 تعيينات في مناصب المسؤوليه، وهذا خرق الدوريه 39، الدوريه 39 على 19 فيما يخص التعيينات في المناصب المسؤوليه. التعيين في مناصب المسؤوليه السيد المدير نقولها بكل صراحه بتنصيب من اختصاص السيد المدير الجهوي للصحه. دونك حنا جينا كنعبروا في هذه الوقفه كوقفه انذاريه اللي تليها وقفات في اطار التنسيق الثلاثي، توقفات ممكن نضطروا لاعتصامات الى تسدس باب الحوار قدامنا، وكنطالبوا بتدخل فوري لوزاره الصحه باش تعفيه السيد المدير، تعفيه وتفتح تحقيق جدي ومسؤول والوقوف على مجموع الخروقات ومحاسبه. نطالب ايضا بالمحاسبه. الوقفه ديالنا اليوم كتجي في اطار مسلسل ديال النضال المتواصل للاحتجاج على الوضع المتدهور لقطاع الصحه باقليم كرسيف، واللي في جزء كبير منه مجموعه من المشاكل كتحمل المسؤوليه ديالها الاداره وبالضبط مدير المستشفى الحالي، مجموعه من الخروقات الاداريه، مجموعه من الخروقات في تدبير ملفات المناوله واللي نتج عليها مؤخرا يعني محاوله طرد مجموعه من المستخدمات اللي كيقدموا مجموعه من الخدمات اللي توقفات. هاد المستخدمات اللي كانوا كيعانيوا من تاخر في التوصل بالاجور ديالهم، من التعسف الى اخره. كاين كذلك مجموعه من الخروقات الاداريه اللي مرتكبه اللي كيرتكبها المدير بانه يصدر قرارات ارتجاليه، مذكرات مصلحه ارتجاليه. كاين ترامي على اختصاصات المدير الجهوي في اصدار مذكرات. كاين تاخر في حل مجموعه من المشاكل بمختلف مصالح بالمستشفى. كاين نحتجوا كذلك لغياب وحده للتواصل والتوجيه والارشاد للمواطنين على غرار جميع المؤسسات. مع كامل الاسف المواطن كيجي للمستشفى ما كيلقاش اللي يرشدو، ما كيلقاش اللي يتواصل معاه، ما كيلقاش اللي يوجهو، بالتالي كيبقى كيتخبط في مجموعه من المشاوير من المستشفى الى المندوبيه، من المندوبيه الى المراكز الصحيه بشكل يومي. بالتالي هذا الشيء كيسبب في واحد الاحتقان في العلاقه ما بين المواطن ومقدمي العلاجات اللي المسؤولين عليها هو المدير ومندوب الاقليمي. حنا درنا حوارات على مستوى الجهه، عندنا محاضر، لكن مع الكامل للاسف ما كاينش التزام بالمخرجات الحوار، سواء اللي درناها في الاقليم هنايا، سواء اللي درناها على مستوى المديريه الجهويه. الى حدود اليوم المحاضر موقعه لكنهم لا يلتزمون باي شيء، وكتستمر العشوائيه، كيستمر سوء التسيير، كتستمر كل الخروقات يوميا، الاحتقان في المستشفى يوميا. مع كامل الاسف المسؤولين باش يفتحوا الحوار مع النقابات، يفتحوا معنا حوار من جدي ومسؤول اللي يفضي الى نتائج، ماشي الحوار من اجل الحوار. مع كامل الاسف هذا الشيء ما كاينش، كاين غير المراوغات، كاين التماطل، كاين كيتهربوا من تحمل المسؤوليه. بالتالي حنا هذا الوضع كنرفضوه بشده، وكنندوا به ونطالبوا
نطالب بإفاد اللجنة من الوزارة الوصية، إفاد اللجنة للتفتيش للافتحاص جميع لافتتاح التدبير المالي والإداري في المستشفى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.